بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله محاضرة رقم 8 في سلسلة محاضرات مقرر ماث 158. هنبدأ إن شاء الله اليوم بالإنيكواليتي. الإنيكواليتي باختصار هي عملية مقارنة ما بين تو نمبرز، بقارن تو فاليوز. المقارنة الأساسية بتبقى أربع حاجات، إما إن يكون عندي فاليو A تبقى greater than أو greater than or equal B، إما يكون عندي الـ A smaller than أو smaller than or equal B، إما يكون عندي الـ A equal B أو يكون عندي الـ A not equal B. طيب لو إحنا بنقارن ما بين two positive numbers، لو أنا بقارن ما بين two positive numbers، يبقى كل ما أنا بروح toward the positive infinity ناحية اليمين، يبقى كل رقم بيكون أكبر من الرقم الذي يسبقه. يعني مثلا الـ 9 أكبر من الـ 8، الـ 8 أكبر من الـ 7 وهكذا. بالنسبة للأرقام النيجاتيف لا، العكس، كل ما أنا بروح ناحية left hand side ناحية النيجاتيف infinity، كل ما الرقم كان أقرب للنيجاتيف infinity يبقى بيكون أقل من الذي يسبقه. يعني مثلا نيجاتيف 8 أقل smaller than من نيجاتيف 7، النيجاتيف 7 smaller than نيجاتيف 6، النيجاتيف 6 smaller than نيجاتيف 5 and so on. يبقى نخلي بالنا في الأرقام النيجاتيف، لا، كل ما كان الرقم أقرب للنيجاتيف انفينيتي، مش أقرب يعني في اتجاه النيجاتيف انفينيتي، يبقى كل رقم بيكون أكبر من إيه؟ من الذي يسبقه، يعني من اللي موجود قبله. فأنا هنا عندي رقم نيجاتيف 7.2، نيجاتيف 7.2، وعندي رقم اسمه نيجاتيف 5 اوفر 2، اللي هي لو عملناها ديسيمال هتبقى كام؟ هتبقى 2.5 طبعا بالنيجاتيف. طيب النيجاتيف 7.2، النيجاتيف 7.2 لو انا حطيتها، لو انا عملت لها ماركينج على الريل نمبر هتبقى موجوده هنا، والنيجاتيف 2.5 هنا، خلاص يبقى واضح جدا ان نيجاتيف 2.5 اكبر من ايه؟ من نيجاتيف 7.2. تاني بالنسبة لأرقام النيجاتيف، كل ما أنا رايح توورد النيجاتيف انفينيتي الرقم بيقل، بيصغر، بيقل، لكن أرقام البوزيتيف لأ، كل ما أنا رايح ناحية الرايت الرقم بيزيد. يبقى هنا increasing، يبقى هنا بيحصل increasing، بيحصل زيادة للأرقام، وهنا بيحصل decreasing للأرقام. طيب 5 over 8 و 8 over 13 لو أنا عايز أعمل comparison. طب عشان نعمل comparison، طالما مش نفس الدينومينيتور، لو هو نفس الدينومينيتور يبقى انا بقارن بالنيميريتور بس. يعني مثلا لو 5 over 8 مثلا، يعني لو 5 over 8 وهنا 8 over 8 مثلا، طالما نفس الدينومينيتور يبقى انا بقارن النيميريتور، ال 8 اكبر من ال 5 يبقى ده اكبر. طب لو هما different يبقى انت عندك حلين، اما اللي انت تحولهم كلهم decimal form، تحولهم كلهم decimal فانت هتعرف مين اكبر، او تعمل cross multiplication، تضرب ال 5 في ال 13 وال 8 في ال 8. ال 5 في ال 13 equal 65 وال 8 في ال 8 equal 64. واضح ان ال left hand side هو اللي اكبر، يبقى عشان كده بنقول 65 divided by 64 او 5 over 8 equal او greater than 8 over 13. طيب write another inequality with the same meaning. طبعا negative 4 greater than negative 10 هي لما بتقول ايه؟ لما بتقول ان النيجاتيف 10 سمولر ذان نيجاتيف 4، هي احنا بس ايه، احنا غيرنا البوزيشن. هنا السي سمولر ذان نيجاتيف 7، هي لما تقول النيجاتيف 7 جريتر ذان السي، واضح؟ فقط احنا بس لما غيرنا البوزيشن، لما غيرنا الاماكن، خدنا سحبنا كمان معاها اتجاه الساين بتاعه الانيكواليتي. نروح للموضوع الاخير في المحاضرة دي اللي هي الابسوليوت فاليو. الابسوليوت فاليو باختصار هي عبارة عن الديستانس، المسافة من اي رقم توورد الزيرو، ناحية الزيرو. يعني انا لما بقول ابسوليوت 5 هي عبارة عن المسافة ما بين الفايف والزيرو، ونفس الكلام لما بقول ابسوليوت النيجاتيف 5 هي الديستانس بين نيجاتيف 5 والزيرو. عشان كده دائما ابسوليوت نيجاتيف 5 ايكوال 5 ايكوال ابسوليوت 5، خلي بالك دائما وابدا
ابسوليوت دائما وابدا ابسوليوت نيجاتيف اكس ايكوال ابسوليوت الاكس. ليه؟ لان احنا بنقول على ديستانس، بنحسب مسافه، فدائما ابسوليوت الرقم دائما بيكون رقم بوزيتيف. ليه دائما بيكون رقم بوزيتيف؟ لان الابسوليوت باختصار هي عباره عن ديستانس من الصفر الى الرقم. فانا لما بسالك ابسوليوت نيجاتيف 5 على طول ب 5. طب ابسوليوت البوزيتيف هو نفسه 42. يبقى انا لما بحسب الابسوليوت مثل ما اتفقنا، لو النمبر نيجاتيف يبقى الابسوليوت از بوزيتيف، لكن لما الرقم يكون بوزيتيف او زيرو يبقى الابسوليوت هو نفسه، يعني ابسوليوت الصفر هو صفر. ليه صفر؟ ليه ابسوليوت صفر؟ لان الابسوليوت هو المسافه. فانا لما عايز اوجد المسافه من الصفر لنفسه اكيد المسافه صفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.